نواصل إذن ضمن التكريمات الخاصة لهذا المساء. استطاع بقوته وقدرته على التهديف في كل وقت ومن كل موقع أن يمتع الجماهير في الملاعب الموريتانية والإفريقية. حقق المرابطون بقدمه الذهبي أفضل ترتيب في التصنيف الدولي آنذاك. إنه بالطبع لاعب المنتخب الوطني المرابطون إبراهيم الملحة. Le second prix va à ce vieux révoltant, attaquant des Morabitoun dans les années 90. Brahim Malha a fait vibrer les stades mauritaniens et africains par sa force, son sens du but et sa hargne. Grâce à ses coups de boutoir, la Mauritanie a réalisé son meilleur rang dans le classement de la FIFA à l'époque. Et le prix lui sera remis par M. Pape Agmar Dien, président de la Ligue nationale de football. نكرم لاعب المنتخب الوطني المرابطون إبراهيم المالحة من طرف نائب رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم باب مغار جانج. طب خليك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. راني شاكر جميع اللاعبين والمدربين، وبصفة خاصة جزير الشكر للاتحادية الموريتانية لكرة القدم على التكريم، وبالخصوص تكريم اللاعبين القدماء، وأشكرهم مرة أخرى كما أشكر وأتمنى الشفاء للمدرب الكبير والأخ مولاي والمبارك.